اشهر سؤال اتسالته بعد حلقه الايفون 10، انا دلوقتي معايا ايفون 7، هل الايفون 10 يستحق ان ابيعه وازود فلوس واشتري الايفون 10 ولا لا؟ خصوصا من الناس اللي اتعودت على الموبايلات اللي شاشتها صغيره. الاجابه على السؤال ده بسيطه، وهو ده موضوع حلقتنا النهارده. اول حاجه الناس بتبقى خايفه منها هي ان اللي اتعود على شاشه الايفون 7 ال 4.7 انش بيتخض لما يعرف ان شاشه الايفون 10 5.8 انش، يعني تقريبا 6 انش. قطر شاشه الايفون 10 او الدياجونال بتاعها كبير نسبيا 5.8 انش، لكن ابعاد الموبايل نفسها تقريبا هي الايفون 7، فالموبايل تقريبا حجمه زي حجم الايفون 7. فطول الايفون 10 تقريبا 143 ملم، انما الايفون 7 138 ملم. عرض الايفون 10 حوالي 70 ملم، انما الايفون 7 حوالي 67 ملم. فاحنا تقريبا بنتكلم في زياده 5 ملم في الطول و3 ملم بس في العرض، فالموبايل هتقدر تمسكه بايد واحده عادي ومش هتحس انه اكبر ولا حاجه. وده طبعا علشان الشاشه بدون حواف، فحجم الشاشه كبير لكن حجم الموبايل نفسه ما تاثرش قوي. المشكله الوحيده اللي بتواجهني هي اني ساعات ما بقدرش اوصل للنوتيفيكيشن بانل بايد واحده، وكمان ساعات لما بيبقى فيه ابلكيشن وعايز ادوس على كانسل من فوق من الشمال ساعات ما بعرفش، ساعتها بس بضطر امسك الموبايل بايديا الاثنين. اما بالنسبه للناس اللي بتستخدم الايفون 7 بلس، فالايفون 10 اقل في الطول ب 16 ملم واقل في العرض بحوالي 10 ملم، فما تقلقش هتقدر تستخدم الموبايل عادي جدا. فالايفون 10 شاشته اكبر من الايفون 7 لكن تقريبا نفس الحجم بالظبط، فهتقدر تمسكه بايد واحده عادي جدا. بس عايز اقول لك على حاجه مهمه برضه، الشاشة اكبر 5.8 انش، بس في الفيديوهات زي الافلام والمسلسلات مساحة العرض بتاعت الفيديو هي نفس المساحة بتاعت الايفون 7، لان نسبة الابعاد الجديدة 19.5 الى 9 بتخلي المساحة المستخدمة من الشاشة في عرض الفيديوهات قليلة جدا. ثانيا بقى، ونتكلم عن الحاجات اللي هيقدمها لك الايفون 10 ومش هتلاقيها في ال 7 وال 7 بلس وحتى ال 8 وال 8 بلس، وهي جودة الشاشة. شاشة الايفون 10 والاول مرة في تاريخ ابل بتستخدم شاشة اوليد في الايفون مش IPS LCD، وهي اغلى مكون من مكونات الايفون 10، وهي السبب الرئيسي لسعره العالي. الشاشة كجودة مش هتلاقي زيها في اي ايفون تاني او حتى اي موبايل تاني باستثناء النوت 8 والاس 8. الشاشة الاسود بتاعها اسود فعلا والالوان مظبوطة جدا، والحاجات دي ما شفتهاش في اي ايفون قبل كده، وده كان اكبر عائق انني الاي او اس. بس ابل المرة دي وفرت لي شاشة من احسن شاشات الموبايلات في 2017. جزء كبير من حكمي على اي موبايل هو الشاشه، فلو الموبايل شاشته وحشه حتى لو اي حاجه تانية ممتازه مش هقدر استخدمه. فانت لو زي جوده الشاشه بالنسبه لك حاجه مهمه جدا، فشاشه الايفون 10 هتبهرك. وبجانب الشاشه العظيمه دي في كاميرا عظيمه، بس الفكره مش في جوده الصور بس، الفكره ان الايفون 10 بيقدم موديل بورتري بطريقه مختلفه جدا وبيطلع نتائج وصور ممتازه، وكمان البورتريت افكتس اللي مش موجوده في اي موبايل تاني، وكمان البورتري موجود في الكاميرا السيلفي وبطريقه حلوه جدا. الايفون 10 كمان بيصور فيديو 4K ب 60 فريم في الثانيه مش 30 فريم بس، وده بيخلي صوره الفيديو حلوه جدا وسلسه. وفي الفيديو اللي جاي هنعرض كاميرا الايفون 10 بشكل مفصل، الفيديو اللي جاي مهم جدا استنوه. هو فيديو. نيجي لسؤال تاني، وحد كان بيقول لي بالنسبه للشاشه والكاميرا كل ده عارفينه، طب بالنسبه ان مفيش تاتش اي دي؟ اولا الفيس اي دي سريع جدا جدا زيه زي التاتش اي دي، ومش هتحس بفرق خالص وانت بتفتح الموبايل. المشكله بس ان التاتش اي دي لما شال معاه الهوم بوتن، وده غير في تجربه الايفون جدا ومبقاش استخدام الايفون زي زمان، ودي يمكن مشكله هتواجهك في اول فتره بس مع الوقت هتتعود عليها. فالهوم بوتن دلوقتي بقى انك تعمل سوايب اب لفوق، وعشان توصل للمالتي تاسكينج دلوقتي بدل ما تضغط ضغطتين بتسحب فوق وتهولد شويه، والكنترول سنتر بدل ما بتسحب من تحت بتسحب من فوق على اليمين، والنوتيفيكيشنز بانل لسه من فوق من النص او من على الشمال. وعندك كمان البطاريه، بطاريه الايفون 10 ما هياش الاقوى او الاحسن على الاطلاق، بس احسن من الايفون 7 بفرق واضح. الايفون 10 كمان بيدعم الشحن السريع، اي نعم محتاج تدفع 75 دولار زياده عشان تشتري الشحن السريع بتاعه، لكن يظل عندك الامكانيه انك تشحن الموبايل 84% في ساعه واحده تكفيك اليوم كله. ومن ناحيه الاداء فكالعاده الاي او اس تجربته واحده على كل الموبايلات، وممكن ما تحسش بفرق الرام او البروسيسور الزياده، بس للعلم الايفون 10 ب 3 جيجا بايت رامات مقارنه ب 2 جيجا بايت رامات بس للايفون 7، والايفون 10 بمعالج A11 بايونيك وهو المعالج الاقوى من ابل لحد دلوقتي. فدلوقتي احنا عندنا موبايل بشاشه اكبر وبطاريه اقوى وكاميرا احسن وافضل وخواص تانيه زياده، بس everything comes at a cost، او زي ما بيقولوا كله بتمنه. فالموبايل سعره معدي ال 1000 دولار وتقريبا سعره ضعف سعر الايفون 7، وده اللي بيخلي الناس تتردد كذا مره قبل ما تشتريه. عن نفسي متضايق طبعا من سعر الموبايل، وما اتمناش ان الرينج يفضل كده كتير في الاجيال اللي جايه. محتاج اعرف رايكم، ولو في حد معاه الايفون 7 هل بيفكر ينقل للايفون 10 ولا لا؟
في نهاية الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. سلام.